اهلا ومرحبا بكم في قناتي مره اخرى الهام شانل. لا فيديو ديال اليوم غادي يكون كيفاش ممكن تنظفوا الثلاجه ديالكم. دونك كيف ديما الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. كيف ما كتشاهدوا هذه هي الثلاجه ديالي، خويت منها كل شيء، من الخضر من فواكه من بلاستيك من اي حاجه، شي سهل عليا نظف الثلاجه ديالي باسهل طريقه. كما كتشاهدوا حتى هاد البلاصه اللي كيكونوا فيها دوك جوج صندوقات حتى هما حيدتهم باش يسهل عليا نظفها. ندوزو للايطاب الثانيه، هنا كيكون بلاصه المشروبات، بلاصه الماء، بلاصه البيض، حتى هنا حيدت كلشي، داكشي بانوا ليا البقع ويبان ليا الوسخ، ونظف داكشي مزيان على حقه وطريقه كيف ما كنقول. دابا غادي ندوزو لكيفاش ممكن نضفو الثلاجه ديالنا واشمن برودوي غادي نستعملو. انا هنا استعملت واحد الشيفون الخضر، ممكن نستعملو شبكه ديال التنظيف، ممكن نستعملو فوطه، ممكن نستعملو اي حاجه بغيتو. بالنسبه للبرودوي انا هنا استعملت ريو ديال غسيل مواعن، ممكن تستعملو اوني اوسي، كيف ما ممكن تستعملو الماء والحامض والخل كان افضل، لانه فريمون كيحيد الريحه الخايبه من الثلاجه. وان شاء الله يجي واحد لا فيديو مورا هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نعلمكم فيه كيفاش ممكن تخلصوا من الريحه الكريهه اللي كتكون في الثلاجه ديالكم، وفي نفس الوقت كيعطي واحد لابغيه للثلاجه ديالكم وكتولي كتبرد. بعد ما كنكون غسلت او نظفت الثلاجه ديالي كنستعمل منشافه باش نمسحها من داك الغسول او غسيل التنظيف اللي كنستعمل ديجا. وكنبقى على هذه الطريقه اللي وريتكم ديالي في الايطاج الاول والايطاج الثاني والايطاج الثالث وحتى بلاصه الصندوقات، كندير لها نفس الطريقه وكنكون نظفت الثلاجه ديالي كيف ما كتشوفوا في لا فيديو. دابا غندوزو لهاد الايطاب الثانيه في الثلاجه اللي كيكونوا فيها قبل الماء البيض داكشي كلشي. كيفاش غادي نظفوها؟ انا هنا غادي نظفها بشبكه ديال المواعن وغنستعمل ريو. كيف ما قلت لكم ممكن تستعملوا الماء والخل والحامض، كيعطي واحد لابريونس للثلاجه وفي نفس الوقت كيحيد لكم او كيزول لكم الريحه الخايبه اللي كتكون في الثلاجه ديالكم. الو غادي نبدا نحك بالشيتا دوك البقع الصفرين ناتجين على اي مواد كنت حطيتهم في الثلاجه ديالي، وبقى
تلقاو دوك البقع الصفرين او الحمرين او البرتقاليين. دونك المهم على كل حال باش نحيدهم غادي نحك بالشبكه، وكيخصني شبكه تكون نيت على حقها وطريقها. دونك فوالا، ومن بعد كنسالي ملي كنسالي كلشي وكنضف كلشي كندير الفوطه هادي باش نمسح داك الصابون ديال التنظيف اللي كنت استعملت. بالنسبه لهذا التنظيف يعني ممكن يعني السيدات العاملات يستعملوا مره واحده في السيمانه، ممكن تستعملوا جوج المرات في السيمانه على حسب السيدات. بالنسبه للسيدات يعني الغير عاملات في حالي، فانا كنستعمل هذه الطريقه باش نضف الثلاجه ديالي، كنستعملها مره واحده كل اسبوع. كومسا يعني الثلاجه ديالي تبقى نقيه وتبقى زوينه. وانا البنات بعد ما نضفت الثلاجه ديالي صبحت على هذا الشكل هذا. دونك نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم ما تنساوش تعملوا لي لايك باش تزيدوا تشجعوني كثر ندير لكم بحال هاد نوعيه لي فيديو، وما تنساوش دعموني بارطاجي كومسا يعني الفيديو يساعدوا منو ناس اخرين ويدوا فكره. وما تنساوش اوسي تعملوا لي سبسكرايب بالنسبه للبنات اللي مازال ما تابوناوش معايا، تابوناو في القناه ديالي ان شاء الله جايين مواضيع جد هامه ومفيده لكم. وانا نقول لكم تشوفوا في لاكوشين ان شاء الله. بو بيزو، سلامه.